إلى ذلك أعلن المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أعلن التدشين الرسمي للحملة الانتخابية. وخلال مؤتمر صحفي قال فوزي إن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حصل على تزكية من 424 نائبا من نواب الشعب وأكثر من 1,131,105 تأييد من المواطنين. بالنسبة لي تأييدات المواطنين فالعدد هو 1,130,105 مواطن، 740,000 بنسبة تزيد على الثلثين كانت من الإناث من السيدات، و 364,000 من الذكور بنسبة تجاوز الثلث قليلا. اللافت للنظر أن أكبر شريحة عمرية أصدرت تأييدات لسيد المرشح الرئاسي كانت من نصيب من هم أقل من سن 35 سنة سن الشباب بواقع 514,000 تأييد.